بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم جبت لكم مملحات نوريلكم كيفاش نبداو لي صالي. هنا عندي دو فير دو، زوج كيسان تاع ماء، هانيك هنا عندي اون كويير ا سوب سكر، هنا عندي اون كويير ا سوب ليفور شيميك بولونجير، فات ليفور بولونجير. هنا عندي بيضة ان اوف، وتحبوا تنقصوا المقادير ديروا كلش كاس كاس ماء، وكل شيء تقسموه على زوج، ديروا كاس ماء نص كاس ياغورت، وهنايا اون بواط تاع ياغورت ناتور. هنا درت لكم قيس تجي واحد 24 حبه حتى 25 حبه، تشوفوا كيف يجي. خلطوا مليح. هنايا اون بتيت كويير دو فينيغر، مغرف صغيره تاع خل. هنا وعلاش درت كلش تسمى ميم مغرف تاع خميره تاع البولونجي ما كيلتهاش، على خاطر هاد لا روسيت ما تخمرش، نديروها ديريكت. هنايا نزيدو نكيلو بها الزيت، الباطا تاع الياغورت نكيلو بها الزيت، ها ناقص ان دوا. شوفوا هنا ما كيلتها، شوفوا كيفاه. ها هنا مازال الملح والخميره شيميك، دوك كي نبداو نديرو الفرينه نديروهم. ها هنا نبداو نديرو الفرينه حتى تلايم وتحكم روحها مليح. هنا الفرينه راهي مصيره ومحطوطه، نكون وجدت كلش من قبل خياتي، ودائما نقول لكم ما تنساوناش الجام. انا لوبجيكتيف تاعي نجيب لكم دائما حوايج خفاف وجداد بامكانيات قلال، ومن بعد نوري لكم واش درت في الحشو. هنايا دوك ندير الملح، درت مغرف صغيره مكيله مليح تاع الملح، خاطر هذا الملح رقيق، انا نزيد شويه كي يعود خشي نديرو مغرف صغيره تاع قهوه، وعمروها مليح تجيكم سوا سوا. هنايا ها ساشي تاع لا ليفور، هذا في 11 غرام. ها نديرو هنا دوك نطمو هكذا، ومن بعد كي تبدا تنطم نحي الفوي، ديروا الطمو بيديكم. ها هنايا شوفوا كي لايمتها، هاي ليك وعجينة شابة، وسيتها غير هكذا واحد 3 دقائق ولا باش تجي العجينة خفيفة. وهنايا ندهنوا يدينا هكذا شوية زيت ونحو نديروها الحبيبة قد الحبة تاع المندارين هكذا. ها هكذا نديروها ونحطوها هنايا هكذا. ها شوفوا هكذا، وهنايا ها ديروا هكذا غير يد الحبه تاع المندارينه. ودوك نوري لكم كيفاش تفاصونيوها واش راحين ديروا لداخل. بور لا فارس لي زونيون لي بوافرون لي اوليف اي لو تون. هنا درت لكم التون، درت لكم طورشي فلفل حلو وشويه ثاني تاع حار، ونسيت بلي نقول نذكر لكم الحار في الاول، والطون وبصل، قليت البصل والفلفل مع فلفل حار، ومن بعد خلطته مع الطون والزيتون. هذا هو دوك نوري لكم كيفاش تفاصونيوهم شويه تاع ها فرينا شويه هكذا. هنايا نحكم لا فارس هكذا، ونديرو شويه نديرو تاع فرماج غابي. هنايا
والله غير غسات هذه ما شاء الله، سورتو في رمضان في هكذا كيديروا شوربه ولا نديروا عدس ولا اي حاجه ينسوب هكذاك وديروا هذه تجوزوا بها ولا نجي حاجه شابه. دونك تشوفوا نحكموا هذا هكذا نديروها كي شغل راح نديروا حب عرايش هكذا برك، هذا ما نديرولوش القرون. ها هكذا مثلث هكذا هكذا وتقلبوها هكذا، ومن بعد ندهنوها صفار البيض ولا حبه بيض كامله وديروا لها شويه حليب. هنا كان بقى لي الصفر خاطر كنت خدمت بالابيض، كانت عندي خدمه بالبياض الابيض وخليت غير الصفر، زدت له شويه حليب ودرت له هكذا هكذا، وديروا له شويه تاع فرماج من فوق هكذا، ها فرماج غابي. والكوشه تحطوها 180 تخلوها تسخن مليح، ومن بعد ديروهم يطيبوا، كي يطيبوا يتحمروا مليح تنحوهم، خلوها تسخن قبل على واحد 10 دقائق من قبل. هنا نزيد لكم الثانيه هانيك اخياتي، ها هانيك. ونتمنى ان شاء الله يكونوا تعجبكم هاد لا فيديو، وما تنساوناش خياتي خاوتي خياتي، دائما نقول لكم على اللي جام، وان شاء الله ربي يحفظكم. ها شوفي خاوتي خياتي، شوف كي طيبوا كيفاه يوليو ما شاء الله، الصوره هي تعبر عن نفسها. هاوليك خياتي نقول لكم بالصحه والهنا، وان شاء الله تكونوا فهمتوا لا فيديو، يعطيكم الصحه وتبارك الله فيكم جميع اللي دار لي جام، جميع مام اللي ما دارليش نقولوا تبارك الله فيكم، ميرسي بوكو، وفي والسلام عليكم وفي امان الله.